أنا والدي محامي علمني إنه العدالة وما أخون ثقة المراجع فيه. بغداد مو مثل ما يصورها العالم إنه هي بؤرة للإرهاب والقتل والدم، كتير حلوة يعني، مو مثل ما مصورها العالم إنه غير صالحة للعيش. مرحبا، شلونك؟ الحمد لله. إيش أحوالك؟ الحمد لله لبيس، عايشك؟ الحمد لله. وش أخبار العراق؟ والله الحمد لله العراق زين، وبغداد أمن وأمان. وأريد أوصل من خلال كاميرتكم إنه بغداد مو مثل ما يصورها العالم إنه هي بؤرة للإرهاب والقتل والدم. لا، بغداد حلوة بزقتها وبشوارعها وبناسها ومواقعها الأثرية والتراثية والمراقد الدينية والأسواق الشعبية اللي بيها. يعني بغداد إنه كتير حلوة يعني، مو مثل ما مصورها العالم إنه غير صالحة للعيش. ومثل ما تعرفون إنه العراق هو بلد الحضارة ومهد الحضارة، أول حضارة قامت في التاريخ حضارة السومر، ومنها انطلقت أول لغة في العالم اللغة المسمارية، أول قانون في العالم من العراق اللي هي مسلة حمورابي، وشتى الفنون. في بغداد قبل 1000 سنة كانت بتخرج أطباء وفنون الأدب والشعر والغناء وغيرها وغيرها. معناتها أنت فنان عراقي؟ لا، أنا مو فنان، بحب تاريخ العراق، أنا محامي في العراق. محامي في العراق؟ أي محامي في العراق. وبهي وعادل في المحاماة متاعك، في الشغل متاعك عادل ولا بكش؟ أي. عادل الحقيقة؟ لا الحقيقة أكيد عادل، لأن أهم شيء أنا والدي محامي علمني أنه العدالة وما أخون ثقة المراجع فيه، لأن المحامي شغلته الأساسية هي العدالة وعدم الخون في المراجع مالته، يعني ما بيعطي أسراره. ما تاخذش رشوة الحقيقة؟ لا ما باخذ رشوة، حرام. أنا بحارب وبرفع دعوة على اللي بيدفع رشوة، لأن الرشوة شيء بيدمر البلد، يعني شيء كتير مو حلو. فهمتك. إيش قولك في السياحة في تونس؟ كي جيت لهنا لتونس؟ والله جيت لهنا عن طريق الترانزيت، يعني من بغداد للأردن ومن الأردن لتونس. ما في، ما شاء الله، ما في خط مباشر من بغداد لتونس يعني، وهذا كتير تعب يعني. أتمنى من السلطات التونسية وسلطة الطيران العراقية توفر خط مباشر. وتونس لقيتها بلد كل السياحة وحلو، زرت فيها مناطق تورس، البصرة الصغرى، الكوفة الصغرى، سوسة، الحمامات، نابل، سيدي أبو سعيد. ما شاء الله، تعرف أكثر من توت ومن تونسي بيدو أنت. قمرت سيدي أبو سعيد. إيه. بنزرت يعني سواحلها كتير حلوة، أسواقها الشعبية. خلت زيادة للأسواق الشعبية. الأسواق الشعبية. شريت شوية تحف، شوية فازيه. تحف على ملابس، على صناعات يدوية. واكثر منطقه يعني انا عجبتني في تونس السياحيه اللي هي سيدي ابو سعيد، بأسواقها الشعبيه وسواحلها الحلوه، يعني تونس ككل هي حلوه كثير برشي. حيشك عايشك ومرحبا بيك في تونس. مش تعود تزورنا في تونس ولا لا؟ الحقيقه انا البلد لزوره مره بعد ما بزوره يعني، بفكر. لا انا مسافر تونس، مصر، لبنان، ارمينيا، اذربيجان، بيلاروسيا، دبي، وان شاء الله الرحله القادمه ماليزيا. واقول للعراقيين كام تو تونس، جود كام تو تونس. عايشك مرحبا بيك. مرحبا بيك. الله يخليك. شكرا.